وصلتش للقتل يا كيداهم، وقتل واحد بيطالب بحقه كمان. حقه؟ حق ايه يا حبيبي؟ ده كسر حقه. انت عايز تفهمني يعني انك انت اتجوزت الحربية دي عشان انا امرت بقتل حليم؟ لا حبيبي، شوية دول بتلعبهم على حد تاني بريالة، مش مع المعلمة كيداهم. لعلمك بقى انا فاهمة كل حاجة. فاهمة ايه بقى ان شاء الله؟ فاهمة العلاقة اللي بينك وبين السنيورة صافية لما كانت على ذمة المرحوم حنفي. استغفر الله العظيم، هو انت ايه؟ بتحب اللي افترى على الناس وخلاص؟ انا عمري ما كان لي علاقه مع واحده متجوزه. يا حبيبي يا روح قلبي يا عناية، ليه وعش العصافير اللي كنت بتتقابلوا في شقه المهندسين يا حبيبي؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ عليا الطلاق بالثلاثه، الكلام ده ما حصل. فرامل طلاق من مين يا اخويا؟ مني ولا منها؟ انت جاي تلعب علينا شويه دول ولا جاي تصطاد في الميه العكره؟ جرى يا حبيبي. لعلمك بقى المعلمه كيداهم عارفه الصغيره والكبيره وعارفه الكفت بيجيبوه منين. كفايه كده يا كيداه، احنا خلاص ما بقاش لينا عيش مع بعض. يا سلام. ايه بقى؟ السنيوره طلبت منك انك ترمي عليا يمين الطلاق؟ اقفي عندك، انا ما فيش واحده ست تقول لي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا اللي اقول لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. ما تنساش انك بتكلم المعلمه كيداهم يا واد، فاهم ولا ست نفسك كده؟ اهو ماشي يا كيداه، روحي بقى. وانتي بس عندك وانا ايه؟ انا بس كنت عاوز اقول لك يعني ان المعلم هاب بيسلم عليك. المعلم هاب؟ اشمعنى يعني؟ هاب واللي انت بعت له البضاعه اللي لهفتها من مخزن صافية، اللي انت فكرت هتلبسنا العمه فيها. لعلمك بقى المعلمة كيداهم بتاكلها وقت ما هي عاوزة تاكلها. هو اللي قالك كده؟ على فكرة بقى الراجل ده كداب. كداب؟ أمال جبت الفلوس المتلتلة دي منين؟ اللي شاركت بيها المعلم عباس في الفرن. مالك حاطط الموز بالعرض ببقك؟ مش قلتلك إن أنا عارفة عنك كل حاجة؟ أنا كيداهم والأجر على الله. تحب أطلع بقى لحبيبة القلب أقول لها إن فوقش هو اللي سرق البضاعة من المخزن وباعها بخمسة مليون جنيه، جنيه طح جنيه؟ ودلوقتي أنا اللي بقول لك انزل يا حبيبي ارمي يمين الطلاق على المحروسة بتاعتك بدل ما كنت هترميه عليا، ولا يبقى فضيحتك بجلاجل قدام حبيبة القلب. ايه رأيك؟ أنا ما أقدرش أطلع صافي. نعم يا أخويا؟ ليه ان شاء الله ما تقدرش تطلق صافية؟ علشان هي كاتبة عليا مؤخر 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه يا اخويا؟ ليه؟ متجوزة اوناسوس؟ يعني ايه ما ينفعش تطلقها؟ امال احنا اتفقنا على ايه في لبنان؟ ما هو كان في موضوع كده كنت مأجله يعني ان انا اقوله لك، كان عندي امل ان انا احله بيني وبينها بالتراضي. هو ايه الموضوع ده؟ اصل انا لما جيت اتجوز كيداهم عشان تضمني يعني كتبت عليا وصل امانه ب 3 مليون جنيه. يا لهوي، 3 مليون جنيه؟ ازاي تعمل في نفسك كده؟ وكل ده ليه؟ عشان تتجوز واحده اكبر منك؟ اللي حصل بقى يا صافي، الله، السكينه كانت سرقاني، وبعدين في الاخر انت السبب في كل اللي حصل ده. عندك حق، انا السبب. بس انت واحنا في لبنان حسستني انك ممكن تطلقها بسهوله. ما هو انا قلت لما ننزل مصر هتكلم معاها بالراحه كده وكل واحد يروح لحاله. لقيتها بقى راحت متربسه دماغها وقفشت اكتر. مش عايز اقول لك بقى انها بتهددني كمان، عايزه تسجنني بالوصل ده. طبعا من حرقتها انك اتجوزتني. طب وبعدين؟ وايه العمل دلوقتي؟ والله بقى مفيش غير ان انا سايسها شويه لغايه ما اعرف هي شايله الوصل ده فين واخده. ده ايه حظي المنيل ده يا ربي؟ هو انا مكتوب عليا الوليه دي تفضل ضرتي طول عمري؟ فوقش، فؤاد، فؤاد، فوفو، فؤاد.
شاء الله. بصوا بقى انتوا الاثنين، احنا النهارده هنعمل رف عشان نعرف انا هبات عند مين فيكم، ومن بكره هيبقى في جدول، انت يوم وانت يوم، ويوم الجمعه ان شاء الله هبقى بات في الجنينه. مالك ولا كتابه؟ مالك كتابه. ايه الجمال والحلاوه والطعامه اللي انت فيها دي؟ الله، قولي لي بقى، هو انت حلوه زياده شويه النهارده ولا انا اللي بقيت اشوفك احلى كل يوم اكتر من اللي قبل؟ ايوه يا فوفو يا وحش، كل عقلي بكلمتين حلوين. اخس اخس عليكي، انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي ولا ايه يا صاحبي؟ ايوه بس انت مش ليا لوحدي يا فؤاد. ما انت عارفه الظروف، ويعني كان بخاطري ولا كان بكيفي. طب قولي وانت عملت ايه في موضوع الوصل ده؟ لسه ما لقيتلوش حل. هو انا لحقت؟ ما انت عارفه كيداهم دي ست مش هينه خالص، ومش بالسهل كده الاقي وصل امانه بالرقم ده قدام عيني. انا مش عارفه امتى هنخلص من الكابوس ده، بس بقول لك ايه، اول مره احس ان حظي حلو لما كنت واقف بره وعملت ملك ولا كتاب وانا اللي كسبت. على فكره بقى انت ما كنتش محظوظه ولا حاجه، دي طلعت ملك، بس انا ضحكت على كيداهم، اصل انت وحشاني قوي قوي قوي. يا لهوي، دي لو عرفت كانت هتشرشحتنا. راحتها بقى. ده انت اديتي الوليه اللي اسمها كيداهم دي حته مقلب، انما ايه، في مقتل بجد. قالوا هي اللي فاكره هتغيظك لما تتجوز حته عيل صغير، رحت انت جايه واكله منها. لا ولسه، ده انا هديها حته دين قلم هينزل على صرصور ودنها. بجد يا صافية؟ طب انا يعني عايزه اسالك على حاجه، هي كيداهم تعرف اللي كان بينك وبين فؤاد زمان؟ لا طبعا، هتعرف منين؟ طب احكي لي بقى، ناويه تعملي فيها ايه؟ هحكي لك يا اختي، هو انا بحكي لحد غيرك؟ شوفي يا ستي، فؤاد بقى ناوي يشتري لي حته ارض ويبني لي عليها حته فيلا، انما ايه، ملوكي فيلا مره واحده. طب ولا مؤاخذه فؤاد هيجيب منين؟ ما هو هيقنع بقى اللي اسمها كيداهم دي علشان تبيع الفرن الكبير، وهياخد منها الفلوس على انهم سلفه يعني عشان هيعمل مشروع، وهيجيب لي الفيلا وخليها بقى تولع بنارها. طب قولي لي، هي الارض دي مكانها فين؟ هقول لك يا ستي. عفارم عليك يا بنت يا سناء، طبعا انا عارفه انك قدها وقدود بقى كده. ماشي يا حبيبتي. لا، مية مية كده. طيب عد عليا كمان يومين عشان اروقك. ماشي يا حبيبتي، يلا. لا اله الا الله. ماشي يا فؤاد الكلب، ان موريتك مبقاش انا كيداهم.